قد ما بتكتر الجمعيات ببلدنا بضل الحاجة بتكبر أكثر وأسرع. حب اليوم ضوي على جمعية بسمة لأن هذه الجمعية بتساعد سنوياً أكثر من 85 ألف شخص، وكتير بنبسط قديش يعني صبايا اللي عم بيشتغلوا بهالجمعية بمحبة كبيرة وبجهد كبير. بدي رحب فيكي مؤسسة الجمعية ورئيستها ساندرا خلاط، أهلا وسهلا فيكي. ألين الزعور المر داعمة لبسمة وأيضاً عضو الجمعية، ناشطة جداً ايضا في هذه الجمعيه. بدي بلش معك ساندرا، قديه صار لكم ببسمه ولحد هلا شو صرتوا عاملين؟ صرنا 13 سنه ببسمه مؤسسين هالجمعيه، وبسمه دوره توقف حد العائلات المحتاجه من 13 سنه لليوم وتدعمها وترمم العائله اذا فينا نقول، لانه العائله هي اساس المجتمع. وقت العيل سليم المجتمع باكمله سليم، وقت العيل بتتفكك المجتمع كله بيتفكك وبيخرب. ومنشوف يعني قد ايه اهميه كيف بترمموا العائله؟ بنرمم العائله على كل الاصعده من خلال خمس برامج اساسيه: البرنامج الغذائي، التربوي، الطبي، ترميم وتجهيز البيوت، ومكتب التوظيف، لان احنا بنواكب العيال على فتره زمنيه طويله، مش بس يعني بس مساعدات غذائيه، نحن بنعمل خطه عمل مع اخصائيين مساعدات اجتماعيات، اخصائيين ومعالجين نفسيين، وبنعمل متابعه نفسيه وبنشوف كل حاجات العائله وبنوصلهم للاستقلاليه الماديه والمعنويه والنفسيه. وشفنا وين كانوا وين صاروا بهال 13 سنه. هيدا احلى شيء على كل حال، احلى نتيجه لما الواحد يشوف انه انتج هيدا العمل. ألين الزعور، كيف بتقدروا تساعدوا مثل ما عم نقول حوالي 85 ألف شخص؟ مين عم بيساعدكم؟ منين عم بتجيبوا التمويل لتقدروا تضلوا حد كل هالناس؟ هلا نحن عندنا متبرعين على طول السنه انه بيتبرعوا لبسمه، وتنقدر نواكب هالعيال بنعمل كذا مشروع، منهم عملنا البراسلية اللي حطته ساندرا ومرح انت حطيتيه كمان، هيدا سمايل بريسلت. هلا كمان قرب كريسمس في واحد يهدي كادو، وبذات الوقت بيكون عم بيساعد ريعه بيروح للعيال 100% بيروح ريعه للعيال. يعني نحن عم نحكي بسمه جمعيه لا تبغى الربح، فقط المساعده. مزبوط. طيب وين بيلاقوه هذا البراسلي؟ على www.basma.org، وفيهم يتصلوا فينا كمان على شو رقم؟ 01-393-077 كمان بيطلبوه. وشو السعر؟ 120 دولار. هذا ذهب؟ هذا ذهب. ذهب بثلاث الوان متوفر. مزبوط. وهلا كمان عم نشدد، عندنا ميك ويش كم ترو يلي هلا عيال بسمه، اولاد كبار، امات، بيات، ختياريه، لانه نحن مثل ما قالت لك ساندرا بهمنا العيله، وبالنسبه لنا كل انسان بيقدر يحلم ويتمنى هديه. وبدي اقول انه كنت عم بحكي انا وساندرا قبل انه نحن السنه هيك في غصه بقلبنا، انه اذا بتفوتي على فيسبوك على الابلكيشن تبع الويش كم ترو بتشوفي الاولاد الصبايا مش طالبين العاب، مش طالبين شيء، طالبين حرام، طالبين جاكيت تدفيهم، طالبين دفايه لاهلهم. هيدا حمل الدفى صار لازم. ايه كمان. بقى هيك زعلنا شوي، وفي عالم عم بتساعدنا، وبنطلب من كل واحد قادر يساعد بمبلغ بسيط، بهديه بسيطه بيقدر يساعدنا. ميك ويش كم ترو. مزبوط. وبدي اضيف شغله انه هيدي من 2007 مبلشين فيها، كل سنه على نويل بنعملها. انا بدي اقول لك كل اللي عم بفكروا شو بدهم يجيبوا هدايا، هيدي فكره كثير حلوه، انه هيدا البراسلي اللي عم بتقوله ذهب 120 دولار وبيرجع ريعه بشكل كامل لهيدي العائلات ولجمعيتكم اللي عم بتساعد هالقد اشخاص. بعتقد حلو كثير انه الهديه يكون كمان لها معنى اجتماعي. مزبوط. لان هالقد صارت الاوضاع سيئه وعاطله، اصلا اللي بيروح بيشتري هديه وقادر يهدي ويوزع عم بيعمل عمل جيد اقتصاديا، عم بيحرك هذا الاقتصاد. بس بعد زياده افضل يمكن نشتري من هالجمعيات اللي عم بيشتغلوا ما بيبغوا الربح، يبغوا المساعده وعم يرجعوا يعطوا مجددا للمجتمع. ساندرا كمان شفت انه كان عندكم عشاء كبير، والاربعاء الماضي من اسبوع
شو كان عندكم نشاط؟ كنا عم نحتفل ب 13 سنة على تأسيس جمعيتنا و 13 سنة عمل اجتماعي متواصل، وبجائزة أفضل جمعية لبنانية فزنا فيها بمسابقة البيست ايدياليستيك ان جي او اوورد 2015 بفئة تمكين المرأة، لأنه تمكين المرأة نحن المرأة هي أساس العائلة، ومعظم العيال يلي بنساعدهم هن النساء عم تكافح لوحدها تتعيش أولادها بكرامة، وهذا الشيء كثير صعب. يعني أهم شيء نحن كجمعية نكون دائما واقفين حدهم وحد أولادهم تنقدر نكبرهم، وبالأخير هن الجيل المستقبل، هن بلدنا. يعني نحن ما عم نحكي عن عائلة وعائلتين، عم نحكي عن مئات وآلاف العيال يلي عايشين بظروف كثير صعبة. يعني اليوم اللي معه شوي مصاري عم بحس حاله مدقور، كيف اللي فقير؟ وبنعرف انه في مليون لبناني عايشين تحت خط الفقر، وبنعرف انه الحد الادنى 450 دولار بالشهر هو بالكاد يغطي اجار البيت، يعني بعد ما اكلنا وما شربنا. كيف اجى بالك تعملي هيدي الجمعيه سمرا؟ انا عندي حشريه اعرف، يعني صبيه حلوه كنت مجوزه او لا. ما تجوزت؟ لا. كيف فكرتي تعملي جمعيه؟ هو كان في ظروف، يعني اكيد ما اجت الفكره بين يعني ما خلقت باراشوت، كان في كونتينيوتي. انا كل حياتي كشافه وكل حياتي بعمل بوناكسيون وكل حياتي عايشه يعني بالعمل الخيري. بالعمل الخيري اكيد، بس الاوضاع يعني هذا المساج اللي بدنا نوصله، انه اليوم نحن كنا شباب بس انه العالم اللي عنده وقت او عنده القدره او عنده الانرجي او عنده يعني كل واحد قادر يساعد المجتمع اللي نحن عايشين فيه، لانه بالاخير نحن مش عايشين بالسويد او بالنرويج، نحن عايشين بلبنان والوضع الاقتصادي صعب، يعني لازم كلنا نكون ايد بايد. وهيدي كانت هون الفكره وقتها اسسنا، انه هذا المجتمع عايزنا نحن كطاقه، وبالاخص بغياب الدوله وبغياب حتى الطبقه الوسطى يعني اللي راحت، بغياب كل ضمانات الشعب، ما قلنا لبعضنا البعض، وهيدا اللي مهم انه كلنا نتكاتف تنمرق هالمرحله الصعبه وان شاء الله تخلص. يعني يمكن لبنان بعده عايش لانه اهله بيرفضوا يموتوا، بيرفضوا الخنوع، بيرفضوا التوقف عن الانتاج والابداع والعمل. هون قليل بدي اسالك، ما بتعتقدي مثل ما كثير الناس صاروا يقولوا انه كتروا كثير الجمعيات وكتروا كثير العشوات الفند ريزنج، يعني بنجيب الناس بنعشيهم بنقول لهم ساعدوا ساعدوا ساعدوا، بس حتى يعني الناس اللي قادره بمحل معين تعبت هيدا. مزبوط كتروا كثير الجمعيات، بس مثل ما انك شايفه بلبنان في كثير عالم عايزه، وقد ما في جمعيات قد ما عم بتساعد العالم. بس الكل عم بيساعد برايك؟ كل يعني واحد في 16000 جمعيه، بس كل واحد حسب طاقته، كل واحد حسب قدرته، كل واحد حسب امكانياته. انا بس ما فتت فيها بال 2011، من وقتها شفت على الوش كم ترو على فيسبوك ودقيت لهم، انا ما بعرفها لساندرا، كنت دقيت لهم وقلت لهم انا كيف قادره اساعد، لانه شفت هالجمعيه قد ايه تاخذ من وقتها ومن وقتنا كلنا شغل وتعب، واوقات هيك بتزعلي اوقات اسى، بس انه اخر النهار بنشكر، يعني بنشكر الله انه قادرين نساعد شوي. هيدي بعرفها عنك على كل حال، عملت نفس الشيء معنا وعملت نفس الشيء مع كثير اشخاص وجمعيات وبلا ما تحكي، يعني بفهم كيف ساندرا استفادت من نشاطك ومن طاقتك ومن حبك. ليكي لانه هن عن جد، انا ما بحكي لانه بس ما انا فيها، بس كلنا شباب عم نشتغل، وبتحسي انه مش لنبين، لانه صار لها 13 سنه الجمعيه، مش لنبين ومش لنقول انه عملنا عشاء كرمال نساعد، كرمال انا كنت امي تقول لي انه اذا بتساعدي الله بيرد عنك وعن اولادك، وعن جد انا هلا بوصل لكل كلمه قالوا لي اياها. هيدي احلى صلاه يمكن بالعالم. مزبوط احلى صلاه هي المساعده، وقتها واحد قادر يساعد. هون بدي اسالك ساندرا، اللي عايز مساعده كيف بيتصل فيكم، واي انواع مساعده فيكم تامنوا؟ اكيد نحن كل المساعدات، يعني العائله بنوقف حدها على كل الاصعده، من كان المواد الغذائيه للسلطات المدرسه لاجارات البيوت للطبابه للاستشفاء لوسائل التدفئه للمتابعه النفسيه، لانه كل العيال محبطين وعايشين على ادويه الاعصاب،
وغالبا بدي اعزبك بس شعرك ايه لورا. ميرسي شكرا، لان عم بدق بالميكرو. وغالبا بدون مراقبه طبيه، يعني عم بيكون الوضع كثير ماساوي. وعلي قالته قالين يعني نحن كل هالسنين شفنا النتيجه، كانوا هالولاد صغار واليوم كبروا وتعلموا وفاتوا على الجامعه وصاروا عم يشتغلوا باكبر شركات وبنوك بلبنان، وصاروا هن عم بيساعدوا عيالهم وصاروا كمان متطوعين ببصمه، وهذا اكبر نجاح وفخر لنا بهال13 سنه انه نشوف هالنتيجه وين كانوا وين صاروا. بس عم بتحسي في تراجع بالناس اللي قادره تتبرع لبصمه؟ هذا اللي بدي اسالك، لان كنا عم نحكي على الاوضاع الاقتصاديه قبل ما تفوتوا معنا بالحلقه، يمكن كنتوا عم تسمعوا الحديث قد ايه في تراجع بكل كتير. المؤشرات قد الناس تعبت، الناس كلها تعبانه بالاخير. نحن كلنا على سفينه واحده، وقت السفينه بتغرق كلنا رح نغرق، مش شخص وشخصين او عائله وعائلتين. يعني كثير خفت المساعدات وصارت الاوضاع اصعب ببلد، الاجارات غليت وكل شيء صار صعب، لانه كمان في مشاكل يعني اللاجئين والحروب المجاوره وكل الوضع اللي نحن عم بياثر سلبا على هالعيال. شو نشاطاتكم قليلة؟ بدي اقول نحن الجمعة من 5 للـ7 بكراون بلازا مع شركة امباكس بالحمرة عم نوزع هدايا ل 30 ولد من الجمعية مع بيفيه، وكمان عندنا التلاتة 22 شهر بكيدز موندو كمان قبل الظهر مع 100 ولد من يلي تمنوا وحطوا على الليستا ووصل لهم. ونحن انا كمان قبل ما اكمل بدعي كل ولد، كل حدا عباله ينزل يشوف يشارك هالولاد فرحتهم تيعرف قيمه كل شيء عنده اياه. ثلاثه كمان قلت عن ثلاثه، شو بعد عندنا ساندرا؟ بتصور هدول هن. اي كمان في عندنا بجاردوري كمان 60 ولد رح يقطعوا كمان متطوعين ويعطون. خلينا نرجع نذكر الناس لكن لمساعدة بسمة www.basma.org basma double s لكن لمساعدة الجمعية. وإذا بدهم بعد بيلحقوا يفوتوا على فيسبوك ويفوتوا على wish come true، وبعد في كمان مشكل الهدايا بعد ما تاخذوا كل مشكل الهدايا تأملوا. يعني في اشخاص طالبين هدايا معينه مزبوط لازم يفوتوا على فيسبوك ويقدموا لهم هيدي الهديه اللي بعد ما تأملوا ويبعتوها على بسمة. و ما في بودجيه معين، من دولار لقد ايه واحد اذا بيساعد فلس الارمله. هيدا مزبوط، هيدا على كل حال عايشين نحن على فكره انه كل واحد قد بيقدر بيقدر يعطي، مهم يعطي، مهم. وما بيعرف الواحد قد ايه وقتها بيعطي قد ايه هيك بحس حاله عامل شيء كثير. اكيد بدي اشكركم، نحن بدنا نشكرك كمان انك استقبلتينا نور، وبدي اشكرك ساندرا خلاط، ونحن دائما حدكم شو ما يكون في عندكم. وبدي ارجع اشكر المشاهدين اللي كانوا معنا واقول لهم تبرعوا لهالجمعية اللي عم بيقوموا بعمل كثير جبار، خاصة اللي قادر واللي حاسس انه بيقدر يتقاسم مع الغير بأي شيء. هلا فترة أعياد، هيدا صلاة، هيدا إيمان، وهيدا تعبد. شكرا مشاهدينا على المتابعة، أنا بشوفكم الأسبوع المقبل بحلقة طبعا رح يكون ميلادي ب 23 الشهر. إلى اللقاء.